السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، شحال هذه محطات. مهم ان شاء الله راكم عارفين، ما كنا دايرين الويفي في الدار، المهم تحيدنا. كنت كنمشي عند بابا، كنت كنحط لكم السبت للسبت حيت في الخدمه ديالو تما كيدير عنده هو تما الويفي، يعني كنت كنوجد فيديوهات هنا في الدار. المهم كنمشي يعني كنحط تما فيديوهات. اليوم يعني دابا من جهه الحجر الصحي ما بقينيش، ما بقيتش كنمشي عند الخدمه ديالو. المهم صافي بقينا تما، راه طولت اليوم. بغيت نقول لماما هكا دير لي روشارج، هكا نحط لكم شي فيديو. ان شاء الله اليوم باغي نقول لكم بلي بابا راه داير واحد الجمعيه، كيحط فيها الجمعيه ديالو، داير فيها دابا واحد اعمال يعني كيدير القفه ديال رمضان، كيديروا حريره، كيحط المهم كيديروا القفه ديال رمضان كيديوها للناس. بغيتو تعاونوا معاه، بغيتو يعني عندكم شي فليسات بغيتو تحطوهم باش تعاونوا باش يشريو، حيت تماك راه عندو متطوعين. كنتو محتاجين، عارفين شي ناس محتاجين يعني باغي القفه ديال رمضان، ها هي النمره ديالو هنا تشوفوها، عيطوا عليه راه باش يتفاهم معاكم هو ويجيب لكم ان شاء الله القفة ديال رمضان. قبل ما ننسى، هو راه يعني راه عنده واحد القناة حتى هي كيدير فيها المحتوى زوين، يعني كيدير فيها الخدمة ديالو ديال الصرا وداكشي، يعني تما كتشوف شي حاجة عمرك ما شفتيها يعني. وهو وكذلك كيحط دابا على فيديو ديال رمضان، يعني ديالها وغادي يعني كيعطي الناس داكشي، كيدير فيديوهات زوينين. وها هو تابوناو عندو، راه عنده محتوى زوين بزاف بزاف، بيعجبكم ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساش دير لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفني دير ابوني باش، وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. يلا تهلاو.